طائف في طوافه يستلم الركنين الحجر الأسود والركن اليماني. ومما جاء في فضل استلامهما ما رواه النسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، ما أراك تستلم إلا هذين الركنين، يعني يسأل ابن عمر: ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحطان الخطيئة. وسمعته يقول: من طاف سبعا فهو كعدل رقبة. والطواف بالبيت يكون سبعة أشواط، يبدأ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به، فيكبر الله ويعظمه. والحجر الأسود في الركن الذي بجوار باب الكعبة، ويكون الطائف متطهرا من الحدث والخبث، ويجعل الكعبة عن يساره، ويطوف من وراء الحجر لأنه من الكعبة، ولو طاف من داخل الحجر ولو شوطا واحدا لم يصح طوافه، لأنه ما طاف بالكعبة كلها.